اهلا كديرين، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، واخيرا نهضروا على الموضوع ديالنا، الموضوع الشائك صراحه. المهم دابا بعد ما حيدنا هذه المشكله هذا ديال السلعه وديال الحوايج وداك الشيء، غنرجعوا ان شاء الله للمواضيع ديالنا. بالنسبه للاخوات اولا الاخوه اللي باغيين يسافروا ويمشيو المغرب على حسب اخر الاجراءات، وان شاء الله نرجعوا ثاني لي فورماسيون ديالنا ولي زانفورماسيون وهذا ولا هكذا التشجيع ديالنا بالنسبه للسيدات اللي باغيين يخدموا وباغيين يتسجلوا في بلومبلوا اللي باغيين هذا. المهم ان شاء الله نستأنفوا العمل ديالنا، والحمد لله. يعني كتجربه كما قلت لكم، اول تجربه ليا صراحه عجبني الحال، صراحه الحمد لله صراحه عجبني الحال، واخا كانت شويه خدمه صعيبه شويه في الاول، ولكن المهم داكشي مع التعود وهكا بشويه والتجاره ممكن نحسن منها صراحه الله. ايوا قبل ما نبداو لا فيديو كما تنقول لكم دائما ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، لي لايك دائما، ما خاصني والو الا شجعتوني باللايك، وهذا واللي كيشوف اول مره القناه ديالي انه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش دائما هكا يبقى وسطكم الجديد ديالي. واول حاجه بغيت نبدا بها قبل ما نبدا هذا الفيديو، انا كان بدوري كنقدم يعني التعزيه والعزاء ديالي الخالص الاسره ديال الفقيد الاخ يونس اللي مات بسبب العنصريه صراحه. المهم في اسبانيا سيد مسكين اللي مات مخدور، واش غنقول لكم شاشي كيضر في القلب صراحه ملي كيموت شي مسلم ما كيتعطيش يعني الاهميه بقدر ما انه الى مات شي واحد من هنا، شي واحد يعني حامل الجنسيه الاوروبيه او لا يعني دوغيجين انه اما من فرنسا او لا اسبانيا. شو سبحان الله، يعني هذاك القدر داك القيمه اللي كيعطيو ليه، وحتى يعني انا كنشوف حتى المغرب هو كيكون عنده واحد الدور يعني حتى القنصليه المغربيه، انا ما عرفتش يعني واش هي يعني قامت يعني بالتنديد بانه بهذاك واحد 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 الشخص اللي هو مغربي وحامل الجنسيه المغربيه، وحتى هو من حقنا ان المغرب انه يدافع على هذا الاخ هذا مادام انه ما دارش يعني شي حاجه انه مات بسبب العنصريه، وحتى هما يعطيو القيمه للمغاربه كما حتى هما كيعطيو القيمه لهذا للمواطنين ديالهم. شويه شي كيضر في القلب، ولكن انا كنقدم وكنضم الصوت ديالي لكاع الاخوان يعني واصحاب القنوات بان الصوت ديالنا حنا يترفع، وحنايا ندافعوا على هذا السيد هذا وعلى الاسره ديال هاد الناس هادو، وحنا ما نسكتوش على حقنا، وهذا حتى هو راه انسان وروح عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وعلاش يموت بحال ما كيموت مغدور. يعني حنا انا كنطالب جميع القنوات انهم ينوضوا حتى هما ويتكلموا يعني على هاد الاخ هذا، كما تسمع الصوت ديالنا فاش هضرنا على الغلاء ديال التذاكر وهذا واللي كومبليكاسيون اللي كانت في هذا في السفر ديال الجاليه، والحمد لله الصوت ديالنا تسمع، والحمد لله بان صاحب الجلاله الله ينصرو انه قام يعني بالدور ديالو، وحتى هذا حنا خصنا نهضروا عليه وخصنا نتكلموا عليه، حتى هو انسان حتى هو واحد منا، راه ديك ما وقعت ليه حتى هو ممكن توقع لنا حتى حنا وواحد النهار، علاش لا، راه اي واحد معرض هو ما كانش عارف راسو، يقدر يوقع في نزاع، يقدر تكون غا في الطوبيس كلمه مني كلمه منك تصدق شي واحد نوض يقتلك يعني بدون موجب شرع كما تنقولوا. يعني القضيه شويه الحياه ديالنا ولات في خطر صراحه، الحياه ديالنا ولات في خطر، ولذلك انا كنضم الصوت ديالي للاخوان هذا الزملاء ديالي اصحاب القنوات، انا كندد بهذه العنصريه هذه اللي تعرض لها هذا الاخ اللي كان ضحيه ديال هذا الاخ يونس. واش غنقول لكم، الله يهدي مخلوق وصافي والله يسترنا وصافي. واول حاجه غنهضر عليها وهي هذيك الوثيقه ديال السفر اولا البطاقه الصحيه للسفر اللي باغي الناس، بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو للمغرب راه ضروري، مهم ضروري ملي كتبغيو تمشيو للمغرب ضروري الناس ملقحين. المهم هما هكذا هضروا يعني المغرب عنده القضيه شويه مرونه بالنسبه للناس اللي دايرين تلقيح، تيقول لك اللي ما فاتش عليه شهر خاصو التلقيح والبي سي ار، وقال لك داكشي علاش داروا ديك وا او قال لك زعما راه كتعجب ان الناس اللي ما دايرينش اللي دايرين التلقيح باقي ما كملش عليهم اشهر يديروا معاه البي سي ار، والناس اللي دايرين التلقيح صافي فقط كيدخلوا غير بالتلقيح، هادشي اللي قالوا. وهذا والنسبه للناس اللي دايرين غير البي سي ار هذا ضروري خاصهم يديروا معاهم يدخلوا بالنسبه للناس اللي دايرين التلقيح والناس اللي دايرين بي سي ار انهم يديروا ديك الوثيقه او لا البطاقه الصحيه للمسافر، وهذا وخاصهم يعمروها وهذا يعني هذيك كتعطي كوبي ملي كتبغي تدخلي للمطار، او كوبي ملي كتوصلي عاوتاني كيطلبوه لك، هذا كيطلبوه ليك ملي كتوصلوا الاراضي المغربيه عاوتاني ملي كتوصلي الطياره كيطلبوا منك هاد الوثيقه ديال اولا هاد البطاقه الصحيه ديال المسافر. وبالنسبه للسيدات اللي كيسولوا عليها راني غنخلي لكم في صندوق الوصف اولا غنخلي لكم بجوج في اول في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت غنخلي لكم الرابط ديالي، اللي بغى يدخل غير يدخلوا فقط وغادي تامبريميوها
وهكا وتعمروها وديوها معكم معمره. وحاجه خاصكم تردوا ليها البال البنات، شنو نقول لكم بالنسبه يعني دابا بزاف ديال الناس بداو كيمشيو، بزاف ديال الناس يعني بداو كيعطيو الاراء ديالنا. الصديقه ديالي اللي كاينين في الانستغرام اللي هما ديجا دابا سافروا للمغرب عاود مشاو يعني داروا ميتكم عافاكم فاش كنا غادي نعافك ممكن انك تعني تقولي لي زعما كومون ساسباس يعني في المطار داكشي. شوفوا راه كاين اللي كان عندهم الزهر وركبوا وما قالوا لهم لا موتي في امبيريو، واخا مثلا ما ديرش تلقيح لا موتي في امبيريو لا شي حاجه ودخلوا نورمال. وكاينين اللي طلبوا ليهم الموتي في امبيريو وهذاك الباسبور فيغ. انا من الاول تنقول لكم راه ما كاين لا باسبور فيغ لا باسبور روج لا شي حاجه، كاين تلقيح تلقيح والبي سي ار او لا كاين هذا او لا كاين هذا البي سي ار مع الوثيقه مع هاد مع هاد البطاقه الصحيه. وبالنسبه للمناطق يعني هذا اللي جايين من دول يعني المصنفه الف بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يمشيو المغرب، اما الناس اللي مصنفين من الدول باء انا ما عرفتش والله ما عرفتش يعني شنو هذيك الحاله، شنو هذيك الحاله اللي شفنا يعني في لي فيديو بالنسبه للناس بداو كيغوتوا كيديروا مظاهرات في المطار انهم علاش ما خلوهمش يمشيو بحالاتهم. وكاين شي اخوات اللي كيغوتوا وحنا وليداتنا وحنا كنتسناو الدراري اطفال صغار، واش نتيا راه جايه راه المغرب قبل ما يحل الحدود ديالو راه هو قال شنو المشوره ديالكم شنو الدا ديالو، واللي جاي من دول المصنفه في اللائحه باء راه ضروري كيخصهم التلقيح وهذا خصهم ضروري البي سي ار و10 ايام ديال الحجر الصحي راه ضروريه ومؤكده. يعني علاش كتعقدوا الامور دائما نتوما في الجايين وتقالوا بصريح العباره ان هاد العشر ايام غادي تكون على النفقه ديالنا الخاصه وحددوا ليها واحد هذا لي زوتيل اللي هما خاصين اللي هما خاصهم يعقدوا انهم يعني حاطين فيهم ناس اللي غادي يمشيو غادي يراقبوا واش الناس فعلا تيديروا الحجر الصحي، واش كيخرجوا واش ما كيخرجوش، واش كيتلاقاو بالعائله ديالهم، يعني كيكونوا مراقبين. ما يمكنش اوطيل غادي تتحجز فيه وغادي هما يجيو يقلبوا عليك فين تحجزتي وغادي يصيفطوا لك الناس اللي يراقبوك، فهمتي؟ يعني هما ديجا راه اورغانيزي مع هذوك لي زوتيل اللي عطاوكم نتوما الاسماء ديالهم. الدوله المغربيه كانت واضحه واضحه في القرارات ديالها علاش حنا غنبقاو نعقدوا الامور، علاش حنا غنبقاو نديروا المظاهرات. اي بطبيعه الحال يكون كنتو جايين من دول يعني المصنفه في اللائحه الف حقكم، علاش ما قالوش لنا حنا عندنا حجر صحي، حنا اللي جايين من امريكا واوروبا وكندا حنا فقط كنجيو كنديروا يعني هذا كنديروا البي سي ار اولا كنديروا التلقيح وكندخلوا في حالتنا المغرب يعني بلا حتى شي حاجه. وبالمناسبه يعني كاين شي اخوات اللي مشاو المغرب قالوا لي يا اختي راه حنا غير وصلنا عطاونا بوليزنا وخرجنا راه ما كاينش لا تيست اونتيجين داك منين وصلوا لا حتى شي حاجه. يعني شوفوا راه انا اللي استنتجتو بالنسبه لهنا لفرنسا، يعني كنهضرش على بالنسبه للمغرب اللي استنتجتو حتى لهنايا بالنسبه لهنا لفرنسا يعني كاين لك موتيف امبيريو كاينين يعني هذا كاينين الناس في المطارات اللي خلاوهم يدوزوا واخا ما عندوش موتيف امبيريو اللي ما هضروش معاهم كاع فقط شافوا هذا، وحتى ما هضروش معاهم بالنسبه لهذا البي سي ار انه مثلا واحد السيد مثلا خلى ليا في لي كومونتير في الخاص قال لي اختي راه انا هذا درت دار تيست تيست نورمال مورا المغرب خاصو 48 ساعه، دار تيست نهار الاثنين وما سافر حتى الاربع يعني هو راه سالي عليه نهار الثلاث ونورمال، والتيست راه تيتحسب لك من النهار اللي درتي فيه خديتي فيه العينه وهذا. وقال لك عطاهم الورقه ديال البي سي ار وخلوه داز واخا شافوا ان راه كاع المهميه قال كاين قال كاين بوليسيه خاصه انها كتوقف في المطار هذيك مكلفه غير بالبي سي ار كتشوف الورقه ديال البي سي ار، ولكن قال لك ما ردش البال بان البي سي ار ديالو انا فات عليه 48 ساعه يعني ماشي 48 ساعه. ما عرفتش واش حقاش نورمالمون حقاش المغرب زعما دابا مالو المغرب هو فاش غتدخل يمكن ما غادي انسيتيو انه خاصها 48 ساعه، اما فرنسا انت غادي المغربيه ما سوقاش ليا وسوقها فيك فاش تكون جاي خاصك دير تيست 72 ساعه اولا يعني بي سي ار 72 ساعه اولا تيست اوتيجينيك 48 ساعه فاش تكون جاي، اما فاش تكون غادي هما يمكن ما سوقهمش فيك. واخا راه عندك بي سي ار شافوه ما ردوش ما كيانسيتيوش يعني علاش شحال ديال الوقت ديال اللي داز عليه داك البي سي ار، واش فهمتوا؟ يعني حاول ما امكن الناس اللي عندهم طيارات هنا في فرنسا انا بعدا بالنسبه لينا حنا كنديروا التيست مع الصباح في العشيه تخرج لنا الريزلت، حاولوا ما امكن انكم تديروا التيست اليوم راه في الصباح كديروه في العشيه تيخرج لكم التيست ومع الصباح تكونوا غادي غتكونوا غتسافروا باش هكا تفادوا المشاكل. يعني يقدر هنا في فرنسا يخليكم تدخلوا تدوزوا بيه واخا منتهيه المده ديالو، ولا في المغرب يقدر يوقع لكم معاه مشاكل واخا انا اللي سمعت اولا الناس اللي قالوا لي يعني مصادر اللي هي موثوقه انا ما انسيستوش اصلا على التسبيس داك الانتيجينك ما داروش ليهم يعني غير دخلوا وخلاوهم يمشيو وكان واحد الاستقبال اللي هو حار والناس مرحبا بهم. يمكن حقاش التعليمات الملكيه يعني قالوا انك سهل على الامور بلا ما يبقى يديروا عاوتاني التيست ديال الانتيجينك وداك الشيء يمكن،
وخلوهم يدوزو داروا المطابي غوج وترحبوا بهم وداكشي. المهم كاين بزاف تاع الناس اللي عجبهم الحال من غير الناس اللي جايين من دول يعني الفلاحه بقى اللي هما كانوا صراحه وقعوا بابنتهم يعني مشاكل مع مع السلطات المغربيه بانهم ما خلوهمش انهم يمشيو للديور ديالهم. المهم البنات كما قلنا راه هنا في فرنسا راه كيطلبوا الموتيف امبيريو، كاين بزاف ديال الناس اللي رجعوهم على قبل هذاك الموتيف امبيريو، وكاين بزاف اللي رجعوهم على قبل الناس ديال التلقيح وخاصهم نهار ولا يومين وما خلاهمش يدوزوا. يعني خاصكم تردوا البال وتكونوا متاكدين وطلبوا زهركم. وكاين السيدات اللي مثلا ما عندوش موتيف امبيريو خلاهم يخرجوا، خاصهم يردوا البال بان الناس اللي خلاكم الناس اللي ما عندوش موتيف امبيريو ما دايرينش التلقيح خلاهم يخرجوا، قدروا يقع لكم مشكل فاش تكونوا باغيين تدخلوا. يعني خاصكم تردوا البال تردوا البال تردوا البال، من الاحسن تسيروا بموتيف امبيريو لان بالنسبه للناس اللي ما دايرينش التلقيح. وهذا المهم هادشي كنت باغي نقول لكم انكم خاصكم تردوا البال وانتم وزهركم. راه كاين الناس اللي خلاهم يدوزوا كاين الناس اللي ما خلاهمش يدوزوا. المهم راه فرنسا كانت واضحه في القرارات ديالها بان راه اللي ما دايرش التلقيح خاصو موتيف امبيريو بوان فينال. ودابا ندوزو بالنسبه للناس اللي ما دايرينش التلقيح. بالنسبه للناس اللي ما دايرينش التلقيح وباغيين يديرهم، انا مثلا هضرت نقولش لكم ديروا التلقيح باش اخواتي يدخلوا عندي يقول لي اختي كتشجعي الناس يديروا التلقيح، راه انا براسي مشيت جوج مرات وخفت وجيت يعني. وكاينه واحد الاخت اللي دارت لي ميساج البارح صيفطات لي كومونتير كتقول لي اختي عافاك راه نصيحه انا نقرا لكم دابا الكومونتير ديالها. المهم انا نقول لكم الكومونتير ديال الاخت امونة ابلا، ما عرفتش سميتها ابلا ولا ما عرفتش. المهم كنقول لها اختي شكرا بزاف على الكومونتير ديالك. قالت لك سلام البنات، نصيحه مني بغيت نقول لكم اللي مازال ما دارش الفاكسه ما ديرهاش، انا درتها البارح وندمت. قالت لك مرضاتني سخانه وسخفه وواحد الحاله ما تصوروش، فكروا مزيان، هذه نصيحه مني وسمحوا لي. المهم البنات هذا هو الميساج اللي خليت لكم الاخت اللي قالت لكم بان يعني حاولوا بامكان انكم تردوا البال بان راه تدير مضاعفات. كاين البنات اللي داروها ما دارت لهم حتى شي حاله، ولكن راه كل واحد ولو كور ديالو كل واحد ولو كور ديالو كيفاش كيرياجي مع هذاك مع هذاك التلقيح. وحاجه واحده اخرى يعني اللي قالتها لي يعني المتابعه ديالي ولا دابا صديقه ديالي صراحه اللي دائما انا كنتكلم معاها في الانستغرام هي الاخت مونيا، انا كنسلم عليها من هذا المنبر هذا. وكنقول اختي شكرا لك بزاف على المعلومات اللي كتعطيني. وهذا بالنسبه ليها بان لو ميديسان تريتون ديالها بانها نصحها قال لها ما ديريش حتى شي تلقيح من هادو اللي كاينين دابا. هادو كنقول لكم هذا الشيء بالنسبه للسيدات اللي باغين يتلقحوا اولا الناس اللي باغين يتلقحوا وكيتسناو يعني باقين كيقولوا بلاتي شويه باقي ما بغاوش يتلقحوا دابا قالوا بلاتي واحد شويه وعادي يديروا تلقيح. اما اللي رافض الفكره تماما انا ما كنهضرش مع هذه الفئه، هذه كنهضر مع الناس اللي باغيين يديروا اما فايزر او لا استرازينيكا او لا جونسون اند جونسون ولا موديرنا. انا تهضر مع هاد الناس هادو اللي باغين يديروا ولكن باقي مأجلين الفكره. بغيت نقول لكم فقط بان هاد الاخت هادي قال لها لو ميديسان تريتون ديالها قال لها ما ديريش هاد كاع هذا يعني هاد التلقيحات اللي كاينين دابا، تسناي حتى شهر 9 ولا شهر 10 راه غادي يجي واحد تلقيح جديد قال لك راه هو مزيان هذاك التلقيح راه هو مزيان. وحتى هو يعني الطبيب هو وهذا ولادو كلهم اطباء حتى واحد فيهم ما دار هاد التلقيحات هادو كاملين وكيتسناو انه يخرج هذاك التلقيح ديال شهر 9 وشهر 10. المهم حنا غادي نشوفوا شهر 9 وشهر 10 اش من تلقيح غادي يخرج ونشوفوا حتى هو اشنو مازال غادي يقولوا عليه. هادشي فقط بغيت نقول نوصل لكم هاد المعلومه اللي قالت لي هاد الاخت يعني من عند الطبيب تريتون ديالها هو اللي قال ليها هاد المعلومات هادي. بالنسبه للسيدات اللي خايبه يديروا تلقيح بحالي وخايفين انا اللي مشيت طاع عيطات عليا وقالت لي دخلي وكل شيء وبدلت الراي ديالي وخدت راسي وانا خرجت قلت لها اختي صافي صحيني مابقاش بغيت نديرو. ايوا المهم صراحه المهم عرفت شي الهضره اللي كنسمعوا على هادشي راه تخليك قلبك تيهرب من هادشي. والله كنا ما سمعناش الهضره هادي عليه كنا درناه بعينين مغمضين. المهم اللي كنا عرفنا المهم ولينا خايفين بحال هاد الاخت دابا اللي كتعاودينا دابا على التجربه ديالها صراحه شويه القضيه صعيبه. اما بالنسبه لماس واخيرا اخيرا عقبال ان شاء الله يقولوا لنا بقاو ندخلوا لي سونتر كوميرسيال بلا ماسك بلا حتى شي حاجه. يا ربي يا ربي حقاش والله العظيم مع الصدر حنا تخنقنا انا بعدا راه مابقاش كنحبلو وليت كنغادي كنساو شويه نعاود نرجع عليه عاوتاني. المهم عقبال ان شاء الله انه يحيدوها لينا بصفه نهائيه ونتهناو يا ربي وحتى من الكبغف الحمد لله والشكر لله صافي غنديرو نخرجوا مع راساتنا. والله العظيم شحال مره بالليل كنبغي نخرج انا وراجلي نتعلم نسوق وكيكون له ماكسيموم 7 وانا وليداتي ما كينعسو حتى ل 8 ونص وما كنقدرش يعني في الصباح ما تنقدرش حتى الصباح بكري خاصني نلبس وليداتي وداكشي تنقول في الليل هكذا ونخرجوا وليداتي نعسو نخليهم مع ماما ونمشي انا وراجلي نبقى نتعلم نسوق واحد الدنيا خاويه. طلعت 12 الليل كاع انا يقول لي راسي عاد نبقى
نبقى نتعلم مع راساتي. ايوا بالنسبه للخبيره ديال لو كوفغ فو وبالنسبه لي ماسك هذا هو الشيء اللي كان مؤخرا بالنسبه للقرارات. اما بالنسبه للناس اللي باغيين يستافدوا من التخفيضات اللي دارها صاحب الجلاله بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو مع الخطوط غوير اير ماروك، راه كاين بزاف تاع الناس كيقولوا كندخلوا للسيت حنا ما تلقاوش، راه فعلا راه ما كاينش حقاش كاع هادوك يعني التذاكر اللي كانوا حاطينهم ديك لا كونتيتي راه كلها نفدات، لذلك الناس كيدخلوا ما تلقاوش لي فول. داكشي علاش راه حقاش كاين عليهم واحد الضغط اللي هو كبير، وباعوا كاع هادوك يعني هادوك التذاكر اللي كانوا مخصصهم صاحب الجلاله للجاليه المغربيه. وهذا يعني وانا سمعت اخبار انه ان شاء الله من القدام غادي يعاودوا عاوتاني ان شاء الله انهم غادي يديروا يعني واحد يزيدوا عاوتاني واحد مقدار من هذا التذاكر هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يقطعوا بدوك ويستافدوا من التخفيضات اللي دار صاحب الجلاله نصره الله. ولذلك يعني انا شفت واحد الفيديو صراحه اللي صدمني وهو لاجونس، واحد لاجونس اللي كان عليه واحد الضغط هو كبير اضطر انه هذوك مول لاجونس انه يدير واحد مكبد الصوت ولا تيهضر وتيقول راه عباد الله راه ما بقاوش راه صافي تقطعوا راه صافي يعني لو سيت ديال غويال اغماغ ما بقاوش فيه دوك التذاكر ديال البروموسيون راه هو صافي ما كيقول لك ما بقاش عندهم لي فول يعني كلشي بلان كاع دوك التذاكر كلهم راه هما تشراو. لذلك شويه صبر ونطنوا عاوتاني يعاودوا عاوتاني يوفروا لكم واحد مقدار عاوتاني من التذاكر وتعاودوا تي الله انكم تشريوها. واش غنقول لكم انا بالنسبه لي صراحه دخلت باش تقطع الماما يعني ماشي كاع في هاد لوسيت ماشي مع الغويال اغماغ مع الغينير، والله العظيم الا لقيت ليها نهار 26 في شهر 6 لقيت ليها يعني واحد الطياره ب 88 اورو، ومني زدت شويه في شهر 7 لقيت ديك 120 130 اورو. بالنسبه للطيارات يعني هما انا ما عرفتش يعني كاين ناس ممكن بلا ما هذا يوقعوا في هذا الضغط وفي هذه المشاكل هذه على قبل يعني واحد لا بروموسيون يعني ممكن الناس يدخل عادي كما مولف. دابا حقاش يعني المغرب فتح لجميع شركات ديال الطيران يعني انهم الناس يقطعوا معاهم، وراه دابا كاين واحد المنافسه والناس كيديروا اثمنه مناسبه باش هكذا كلشي يبيع التذاكر. ايوا اش غنقول لكم البنات وسط اخذ لا فيديو، اش غنقول لكم تهلاو في راسكم تتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. بوسه كبيره لكم الى اللقاء.